تنتهي حفلة الضيافة هذه بعد؟ أنا خائف، المكان معتر. كيف أمضيت ليلة البارحة؟ كنت خائفا، نمت البارحة على مقربة من الطيور. كيف أمكنكم أن تتركوني وحيدا وتغادروا؟ كيف استطعتم ذلك؟ كيف طاوعتكم أنفسكم على أن تبيتوا على فراش ناعم وأن أبيت على صخرة صلدة؟ كنا مضطرين، وجب أن نذهب. إنها عاصفة، علينا أن نختبئ في مكان ما. عاصفة! إنها عاصفة! يجب أن نسوق القطيعة إلى ما وراء التلة. لا وهي بسرعة، علينا أن نحتمي من العاصفة القادمة. يتوجب علينا الذهاب، لقد هبت عاصفة، لكنني سأعود إليك من جديد، لا تقلق. القافلة عن مسارها، وإلا ضللنا طريقنا في العاصفة. هدأت العاصفة. يا لها من عاصفة، يا لها من عاصفة شديدة. هبت فجأة ولكنها سرعان ما هدأت. أين نحن الآن؟ فلترفق بنا الآلهة، لقد ضللنا عن طريقنا. وكأنما هب هذا الإعصار ليضلنا عن طريقنا. هبت فجأة ومن غير سابق إنذار، لكنها خمدت سريعا بعد أن عقبتنا. يوسف،
وكيف نصنع الآن؟ صدقني لا أعلم، فأنا لا أعرف هذا الموضع أبدا. لقد هدأت العاصفة، لا تخف، أنا هنا إلى جوارك. لكنني خائف، المكان معتم، أخرجوني. لا أستطيع، لا أستطيع. تحليق هذه الطيور قد يكون إشارة ما. سننطلق من هذه الناحية. هيا سوف ننطلق من هذه الناحية، فليركب الجميع. وما أدراكما أننا نسير في الاتجاه الصحيح. علينا السير في اتجاه ما. لقد توكلت على إله جدي إبراهيم، أتمنى أن نعثر على الطريق. وإذا لم نهتدي إلى الطريق الصحيح فسنهلك عطشا عن آخرنا. ما مقدار الماء الذي معنا؟ أقل القليل، مقدار نصف قربة. ابحثوا عن شديد العطش واسقوه. ولكن ماذا عنا نحن؟ إذا نفد الماء منا فسنهلك لا محالة. نهلك جميعا أو نحيا جميعا، الماء ملك للجميع، الماء ملك للجميع. لا يليق بك أن تفضل نفسك عن الآخرين في مواطن الشدة. لقد كان أمانة إلهية، وكان مقدرا له أن يصير ولي الله في أرضه. لعلي لم أكن أبا صالحا، ولم أحب ولدي كما ينبغي. لو أحببته صدقا لما استأمنت أعداءه عليه. هل حقا تعتبر أن أبنائي هم أعداء يوسف؟ وهل تراك تنكرين ذلك؟ أعرف أن أخوتي لم يحبوا يوسف أبداً، ليته لم يخرج معهم إلى الصحراء. لقد أرسلته بنفسي، أنا المذنب ها هنا. ليتني لم أوافق على خروجه، يا ليتني أبقيته عندي. اصبر لي أرى ما هو هذا الصوت. إذا لم أكن مخطئا فثمة قافلة تسير ناحيتنا. أنت محق تماما. ولكن القوافل قلما تعبر في هذا الاتجاه. ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ لن يلحظونا هنا، اطمئن. هب أنهم لم يرونا، ماذا عن قطيع الأغنام؟ لدينا الوقت، ما زالت القافلة بعيدة عنا. نفتالي، ماذا تريد؟ خذ القطيع من هنا، لا تتوقف إلا عندما تغيب التل عن ناظريك. حسنا،
لن يروا القطيعة من هنا. أنا أعرف تلك الشجرة والتلال المجاورة لها، إنها على بعد 3 فراسخ من كنعان. ثمة بئر ماء على مقربة من هذه الشجرة. سوف أزف هذه البشرة إلى ركبان القافلة. لا يا صديقي، فماء تلك البئر مالح. أواثق بأن ماء هذه البئر مالح؟ مررت بهذا الموضع عدة مرات، وماء البئر لا تصلح شرابا حتى للدواب والبهائم. لكن أفراد القافلة سيهلكون من العطش. ابتدع مخرجا. المخرج الوحيد هو أن نواصل السير حتى نبلغ البئر التالية فنظفر بالماء قبل حلول الليل، وإلا فإن جميع أفراد القافلة سيتضررون بشدة. سننطلق الآن. سوف ننطلق جميعا. أسرعوا الخطى لكي نبلغ الماء. أرحم الراحمين، أذان بنو أبي وظلموني، لكنني أعلم أنك تنظر إلي بعين العطف. أنقذني من جوف هذه البئر يا رب، وأعاهدك ألا أكون عبدا لسواك، وألا أعصي لك أمرا ما دمت حيا، إن أنت أنقذتني مما أنا فيه. الضرب لا يجدي، كف عنها. سنحط رحالنا هنا الآن. ما أي سر هو هذا؟ شمت الدواب رائحة الماء، فالبهائم لا تميز بين الماء العذب والمالح. لا يسعني أبدا أن أفهم ما الذي حصل. ما الذي أصاب البهائم؟ ما ما فيها ماء أسمعت؟ لا خير يرجى من مائها المالح. ماء. حسناً اصبر. ماء. هل حقاً أن ماء هذه البئر مالح؟ هذا العجوز يكاد يهلك من شدة العطش. ما رأيك لو نستقي من البئر؟ فعسى أن تشرب من مائها الدواب. لا طائل من ذلك أبدا. أخبرتكم الماء مالح. لا ضرر في التجربة. افعل ما يحلو لك يا فليح. الدلو.
ماذا ستفعلون إن تمكنوا من إخراجه؟ هذا أفضل. ألم تتمنوا أن تأتي القافلة فتأخذه معها بعيدا؟ هل تقصد أن نسمح لهم بأن يأخذوه معهم؟ أوافقك الرأي، لا يجوز أن يحصلوا عليه بالمجان. ليس هذا ما عنيته بقولي. لا أبالي بما تعنيه. نستطيع أن نبيعهم يوسف بثمن مرتفع. هل نقول لهم جئناكم لنبيعكم أخانا؟ لا، نقول لهم سنبيعكم عبدنا الذي فر من دارنا. الماء عذب. أنت محق، هذا الماء ليس مالحا. هذا الماء عذب. ماء البئر عذب سيدي مالك، ليس مالحا أبدا سيدي مالك، الماء عذب. أرأيتم؟ هذا الماء عذب. أمر عجيب، ما الذي حصل هنا؟ لا ريب عندي أن مياه هذه البئر كانت مالحة. تعالوا اشربوا الآن. قد أحيطت بك مهمة استنقاذ سواد خلق الله تعالى، وهؤلاء أمروا باستنقاذك. اجلس على الدلو حتى تنجو من جوف هذه البئر. هل أعود إلى أبي إذا خرجت من البئر؟ لا، لقد أنيطت بك مهمة استنقاذ سواد خلق الله سبحانه وتعالى. ستذهب مع هذه القافلة لتقيم في أرض بعيدة. ولكن أبي، أنا أحبه كثيرا. لقد كتب عليه أن يصبر على فراقك أعواما، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا تشي باسمك واسم عشيرتك أمام القافلة، ومهما بالغوا في السؤال قل لهم
أنا ابن هذه البئر. ولكن والدي لا يسعه أن يصبر على فراقي. أن يصبر على فراقك خير من أن يصبر على موتك. إذا رجعت يوما إلى أبيك فلن يتردد إخوتك في قتلك. حري بك أن تستسلم لمشيئة الله تعالى. ساعدوني، هذا التلو صار ثقيلا. هيا اسحبوا اسحبوا. سيدي مالك، من أنت؟ ملاك أم إنسان؟ ماذا كنت تفعل داخل البئر؟ لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل في البئر؟ هل كنت تبحث عن أحد؟ لما أنت ساكت؟ لا تفهم كلامنا أم أنك صامت من شدة الخوف؟ علينا أن نغلق فمه إلى الأبد قبل أن يفضحنا ويقول كل شيء. أنا من أبناء هذه الناحية، ولا ريب عندي أنه ولد عبراني. لا تخف يا بني، لن يؤذيك أحد منا. تكلم، ما اسمك؟ يوسف. يا للغرابة، لك لسان يتكلم. أخبرني الآن، من أي البلاد أنت؟ ومن أي القبائل؟ ومن هو والدك؟ لا، لن أقول، لا أريد أن أرجع إليهم أبدا، فهم قد عزموا على قتلي. تقصد أن أهلك عزموا على إراقة دمك؟ لقد ألقوا بي في هذه البئر. ماذا ستفعل؟ يجب أن تعود إلى أهلك. خذوني حيث تذهبون، فأنا لا أريد العودة إليهم. وماذا عن أمك وأبيك أيضا؟ كلا، لا يسعنا أن نأخذك معنا. اسمحوا لي أن أغادر هذا المكان إلى حيث لا يمكنهم العثور علي. ماذا نفعل مع هذا الولد؟ أقول أن نأخذه معنا، لولا أن أهله زاهدوا فيه لما رموه في الجب. هذا الفتى البريء يستحيل أن يكون كاذبا. إذا كانت حياته حقا مهددة فمن واجبنا أن نحميه. إنه غلام يدر ذهبا، هل يسعك أن تتخيل المبلغ الوفير الذي سنجنيه جراء بيعه؟ بيعوني إن شئتم في سوق النخاسة، في سوق العبيد، أنا لا أبالي، ولكن أبعدوني عن هذا الموضع. إمارات العبودية لا تبدو عليه، ولكن مع ذلك أريدكم أن تخفوه. سنأخذه معنا إذا جاء أهله بحثا عنه، فأنكروا وجوده.
إذا كنت تريد أن تذهب معنا فعليك أن تلزم الصمت وأن تختبئ في أحد تلك الصناديق. موافق؟ موافق. لم يرى أحد منا ولدا، أليس كذلك؟ عن أي ولد تتحدث؟ لم نرى ولدا، وما عساه يفعل وسط هذه البادية؟ اشربوا كفايتكم من الماء، علينا أن ننطلق بأسرع ما يكون. من هم هؤلاء؟ هل هم قطع طرق؟ أيها الحراس، أعيد إلينا عبدنا الآبق. أي عبد تقصد؟ الذي أخرجتموه من البئر، ذاك الذي يختبئ في الخلف. وماذا كان يصنع داخل البئر؟ ألقى بنفسه فيها، لم نلقيه نحن. لما لم تنقذوه؟ ذهبنا لكي نحضر الحبال لأجل إنقاذه حينما. على كل، أصبح لنا الآن ونحن لا ننوي أن. وماذا لو رفض هو بنفسه أن يعود معكم؟ لا يحق له قول هذا، فالعبد ينزل عند رغبة مولاه. هذا إذا أقر بأنه عبدك وأنت مولاه. ماذا تقصد؟ وإذا لم يقر؟ لا طاقة لكم بمواجهة أفراد قافلتنا، سوف أبقيه معي. بمقدوركم أن تستفسروا منه عن مواليه، سيقول بلسانه إنه عبد لنا. إياك أن تخشى هؤلاء، فليس بمقدورهم أن يسيئوا إلي. أخبرني، هل أنت عبد لهؤلاء؟ لا كذبت ولا علمت الكذب. هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري، لقد ربيت في كنفهم. هؤلاء هم أهلي. أرأيت؟ ألم أقل إنه عبدنا؟ كلام هذا الولد حمال أوجه. أخبرني بوضوح، هل أنت عبد لهؤلاء؟ هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري. أنا لم أسمع منه إجابة محددة، لا أستطيع أن أعيده إليكم أبدا. سنستعيده بالقوة لو تطلب الأمر. لا تشك أبدا في أنك ستقتل إذا ما حاولت ذلك. عدد قتلاكم لن يكون أقل من عدد قتلانا. هل حقا أنكم مصممون على أن تقتلوا وتقتلوا لكي تسترجعوا هذا العبد الهارب؟ كفوا عن ذلك، لا حاجة للأدراس في عقدة تحلها الأنامل. لن أسمح لك بأن تقتل يوسف، أعلم جيدا الدافع وراء إصرارك الشديد على استرجاع أخي يوسف. إن أردتم أن ألزم الصمت وأن لا أفضحكم فعليكم أن تدفعوا يوسف إلى هؤلاء وتنهوا المهزلة. الورقة الرابحة أصبحت بين يديك، لكنني سأرد لك الصاع صاعين في أوانه. لا أخالك ترضى بأن تسفك دماؤنا جميعا لأجل هذا العبد الصغير. سأجاريك في قولك رغم أنني أشك في كوني يوسف عبدا لكم. هل تريد أن تعود مع أصحابك؟ لماذا تتكلم بالإشارة؟ إذا كنت زاهدا في خدمتنا فنحن أيضا لا رغبة لنا بعبد هارب وآبق مثلك. نحن عزمنا على بيعه لكم، فهل تراكم تشترون؟
هل لي أن أستفسر عن علة هذا القرار الفجائي؟ دفعتنا أشياء كثيرة. لقد تعبنا من كثرة الجري وراءه والبحث عنه. كم تطلبون؟ 1000 درهم، ولو أنه يستأهل أكثر. إنه جميل وفطن. 1000 درهم لقاء عبد هارب لن أدفع فيه هذا المبلغ. لا، ليس معي أساسا كي أنفقه. لقد أنفقت كل ما معي. أنفقت ما معي في شراء البضاعة. قصدنا أن نفرق بين يوسف وأبيه، وليس أنه تاجر. وما الضرر في ذلك؟ لا يجوز لنا أن نعرض عن هذا الربح السهل. إما أن توافقوا على ما يقوله هذا التاجر، أو أن نستعيد يوسف ونرجعه إلى أبيه. القرار لكم. كم درهم لديك؟ 18 درهما. أعلم أنه ثمن بخس لقاء يوسف. لسنا نبغي أن نصيب ربحا لقاء بيع يوسف. بالطبع، فنحن أزهد من أن ننظر بعين الطمع إلى المال والذهب والفضة. ألا ترون كيف أننا نغض الطرف عن الربح الذي يدره هذا العبد؟ لنقنع بالقليل من المال. سوف تدفع ثمن هذا الهمز واللمز والاستهزاء. ماذا حصل؟ هل ستبيعوننا عبدكم أم لا؟ بعناه وهو لكم، لكن لدينا بعض الشروط. ما هي؟ أولا أن تقيدوه لكي لا يتمكن من الهرب. ثانيا أن تسوقوه إلى بلد بعيد عن ديارنا لكي يعجز عن العودة. إذا رأيتك من جديد في ديار كنعان فلن أبقيك حيا. لابد لي من سق يثبت أنني مالك هذا العبد، وإلا فلن يشتريه أحد مني. لك هذا فليح، هات القرطاس والقلم. لا تخف يا أخي، فهؤلاء خير منا. اذهب معهم، أنت في خطر هنا. اصفع عني، فقد عجزت عن فعل شيء لك. إنها إرادة الله تعالى أن أذهب مع هذه القافلة، لكنني قلق عليك وعلى إخوتي. أسأل الله أن يرحمكم، وسوف أذكركم في دعاء دوما. لا تسمحوا لألم الفراق أن يؤذي والدي، خففوا عنه. دونوا بيانات هذا العبد وأشيروا إلى قبولكم ببيعه، ولا تنسوا الختم وتدوين الاسم أسفل الصك. لاوي، أوصيك بأخي بنيامين. أود أن أقبلك، لكن هؤلاء سوف يشكون بنا. انتبه لنفسك جيدا، كان الله في عونك دائما. فوض جميع أمرك إليه فسيحفظك دائما كما حفظك من قبل. أوثق يدي هذا العبد، إذا هرب سأقتص منك أنت. أودع هذا السك في الصندوق، تهيأ للرحيل. هل نذهب؟ اصبروا حتى نتأكد من رحيلهم. سوف ننطلق. هيا انطلقوا.
لماذا تبكي يا يوسف؟ أخبرني. ليتني قدرت على أن أودع النفر الذين باعوني. لم يودعني أحد منهم. يا للغرابة، فأنا لم أرى إمارات الرأفة بك في وجوههم أبدا، ولم أطالع في هيئتك غير الخوف والرعب منهم. فما سر هذا الشوق إليهم بعد الذي كان؟ أنا أحبهم فردا فردا رغم أنهم يكرهونني. دع الذي فات في مطاو النسيان، أنت الآن صرت عبدا لي يا يوسف. أتظن أن باعة العبد سيأتون في إثرنا؟ أنا لا أعلم ماذا يضمرون. من ناحية بالغوا في المطالبة به، ومن ناحية أخرى باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. لم أفقه شيئا مما فعلوه هناك. يوسف ليس بخير، يكاد قلبي ينفطر من الألم. تكاد الشمس أن تغيب ويعقوب ما زال يترقب يوسف. لن يقر قرار ليعقوب قبل أن يأتيه أولاده بنبأ عن يوسف. أشعر أنني المذنبة في كل ما جرى. فليغفر الله لنا. نحن أردنا أن نحول بين يوسف والرياسة، ولم نطلب له الموت أبدا. يعقوب يرفض أن يصدق، لكن يوسف قد قتل. ماذا جرى؟ ما الأمر؟ الذئاب تكاثرت على القطيع وقتلت بعض الأغنام. وماذا كنت تصنع هنا أيها الأحمق؟ هل كنت ميتا؟ تكاثرت الذئاب على القطيع وكنت وحيدا، كانت تهاجم من كل ناحية.